مساء الخير، تتابعونا في حلقة جديدة برنامجكم اليومي ساعة شباب. اليوم عندنا مفاجآت، عندنا أخبار ومنوعات، وعندنا أيضا أبرز التغريدات. إيش رأيكم؟ أنا ماشية معكم على القافية. عموما خلونا نشوف أبرز العناوين لليوم وارجع لكم على السريع. اليوم في ساعة شباب، عطرك حلو عبارة ترفع هرمون السعادة. الشباب وحوار الاختلاف في مواقع التواصل. يوم في حياة مهنة مع أخصائية التخاطب صبا بري. وبالأخبار، مسنة تجتاز تحدي الضغط في عمر 84 عام. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. طيب نروح لأبرز التغريدات اللي معنا لي اليوم، وأول تغريدة من حساب معالي المستشار التركي آل الشيخ، واستعرض فيها بروفات ليالي المحروسة، وكتب عبر تويتر: بروفات ليالي المحروسة التي ستنطلق بكرة في البوليفارد. هذه التغريدة، وكثير من زوار الرياض وأهالي الرياض متحمسين كثير على هذا العرض. فخلونا نشوف مقطع من البروفات ونرجع لكم. يا أهل الرياض وكل المتواجدين في الرياض، أنتم موعودين بعرض من ألف ليلة وليلة، وإن شاء الله يا رب تستمتعوا فيه، وإن شاء الله بنكون عندكم قريب. كل يوم أقول خبر عن موسم الرياض، أتمنى فعلا أني موجودة بالرياض، لكن إن شاء الله الجيات أكثر. إلى أيضا تغريدة مميزة ثانية معنا لليوم، وأخذناها من حساب الخبير التقني عبد الله السبع. مثل ما أنتم كثير عارفين، نشر معلومة جدا إن شاء الله أنها راح تفيدكم في نفس الوقت، وأعطانا شرح في تغريدة مهمة للكثيرين وعبر خاصية الواتساب تحديدا، وكتب: إذا أطفالك يستخدمون جهازك ويدخلون الواتساب ويرسلون صور ويشوفون رسائلك الخاصة، هذا شرح كيف ممكن تقفل الواتساب برقم سري. الميزة قديمة ونشرتها، ولكن لكثرة الأسئلة حولها. طب خلونا نشوف الشرح مع بعض وارجع لكم. يشتكي أغلب الناس من أطفالهم أن يدخلون الواتساب ويرسلون صور وصوتيات ويطلعون على رسائل خاصة. لذلك للمعلومية، ترى في طريقة تقفل الواتساب وما يفتح إلا بالبصمة والفيس آيدي حقك. كل اللي عليك فقط تروح الإعدادات، الحساب، الخصوصية، تنزل تحت وتختار آخر خيار وتفعله. لو فعلته الآن، لو جيت تدخل الواتساب ما تقدر تدخله إلا بالبصمة أو بصمة الوجه. نتوقع مو بس الآباء والأمهات اللي راح يستفيدوا من هذه الخاصية وهذه الميزة، كمان المتزوجين ممكن يقفلوا الواتساب، خصوصا لأن في سرية كبيرة أتوقع. ومنروح أيضا لتغريدة ثانية أخذناها من حساب الميك اب ارتست يارا النملة، وكانت بتحكي عن تجربتها في الوينترلاند بالرياض. طبعا هذه التغريدة اللي ظاهرة معنا شاشة: وأخيرا جربت وندرلاند في الرياض من بعد ما رحت لها في لندن، صار المستحيل واقع وصارت في الرياض. رحنا أنا وبدر، عشنا تجربة خرافية لازم تعيشوها. وطبعا وثقت يارا بعض اللحظات الجميلة اللي عاشتها في الوندرلاند، خلونا نشوفها. هلا وسهلا. هاي. احنا اليوم في رياض وينتر وندرلاند اللي جات من لندن للرياض. يارا. توقعين ايش اقوى، معلوماتي ولا معلوماتك؟ طبعا معلوماتي.
تخيل أن في رياض وينتر وندرلاند فيه أكثر من 40 لعبة غير الخيام الموجودة زي إيش؟ مارفل وليجو إلوجينس وسنو بارك وتوي زرس وليزر إكسبيرينس بوت بارك ومعرض ريالمن رياض وينتر وندرلاند تكفي أكثر من 40,000 شخص وغير كذا كل يوم خميس في ألعاب نارية ها إيش رأيك بمعلوماتي؟ قوية مكان مرة حلو تخيلوا إن في رياض وينتر وندرلاند في 3 زونز فور فود أند بيفرجز أوه ماي جاد هذا زون 1 وزون 2 رياض وينتر وندرلاند فيها أكبر ساحة تزلج مفتوحة في الشرق الأوسط لازم تجون تتزلجون فيها قبل شوي خمس يا عيلة تخافين يلا رفاعي مدير زون رياض وينتر وندرلاند أهلا وسهلا شو تقول؟ اختصر لك الموضوع؟ اختصر لي عندنا أبو ناصر خلى المستحيل يحشم وأنا شاهد على الموضوع هذا شاهد أي والله صادق وشكرا ليارا النمل أكيد وبدر على هذا الفيديو التعريفي اللطيف والخفيف اللي فيه كثير من المعلومات ممكن أنكم تستفيدوا منها والتغريدة الرابعة اللي معنا لي اليوم أخذناها من حساب واس الرياضي وهي عن الرباع السعودي نواف المزيدي طبعا نواف حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية أيضا بمنافسات وزن 67 كيلوغرام وفي بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال والمقاومة بكوريا الشمالية ونحن أكيد بدورنا في ساعة شباب نفتخر بهذه الإنجازات من شباب الوطن وألف مبروك الميدالية البرونزية والمركز الثالث نواف عقبال المركز الأول والميدالية الذهبية لن نتنازل أبدا عن المركز الأول ولا عن الميدالية الذهبية وكانت هذه آخر التغريدات اللي معنا لليوم وبكذا وصلنا لفقرة دقيقة يا شباب اليوم عندنا معلومة رياضية مع الكابتن رغد ناصر نتابع الناس اللي تربط الجري كثرة الجري كثرة المشي بضرر للركب جاي أقول لكم ستوب الموضوع تماما غلط الجري ما حيضر ويكسر الركب المشي ما حيضر ويكسر الركب ولا الهرولة حتضر وتكسر الركب كله يعتمد على الأسلوب الطريق اللي انت بتجري فيها المكان اللي انت بتجري فيه الطريق اللي انت بتمشي فيها فأنا جاي أقول لكم من ناحية الجري كثير ناس يقولوا أنا ما حأجري على المشاية التريدميل حتكسر لي ركبي لا حجري برا لا تقدر تجري في التريدميل وتقدر تجري برا لكن أهم شيء لما تجري في التريدميل تعمل إنكلاين تعمل ارتفاع بسيط اللي حاكي الحركة الطبيعية تعمل مثلا 0.5 بس رفع شوية عشان ما تقدر انت الانسان ما بيمشي او اللي بيجري على خط مستقيم بيمشي على متعرجات نفس الشيء في المشي تمشي ابدأ اعمل شوية احماء قبل ما تبدأ تمشي كده مرة سريع متحمس خد وقتك شوية ولين ما تسرع سرع تسرع تسرع تدريجيا بهذه الطريقة انت مشيت جريت عملت كل اللي تبغاه وحافظت على سلامة ركبك وبعد الفاصل عطرك حلو عبارة ترفع هرمون السعادة وخصوصا عند البنات والسيدات طبيعة البنات والسيدات أتوقع نفس الشيء كلنا نحب الشيء المميز وخصوصا يعني نهتم بأدق التفاصيل وحتى في رائحتنا الشخصية نحب أنها تكون مميزة جدا وما نلاقيها كثير ومو كل البنات يعرفوها ونبتسم إذا أحد قال لنا الله ريحة عطرك حلوة تخيلوا إذا كانت هذه العطور من مصممة شابة سعودية اليوم شرفتنا ندى عباس مصممة العطور اللي حتعرف أكثر عن الكوليكشن الخاص فيها في العطور منورة ندى أهلا. بداية عطرك حلو هل هي دليل
فعلا الاختيار ناجح، وقد ايش هذه الكلمة تعطيكي شعور الرضا عن منتجاتك؟ هي طبعا الكلمة دي تخليك تحسي شوية بثقة يعني تحسي انك مبسوطة ومرتاحة. لكن عطرك حلو لا يعني انه انت اختيارك ناجح، بس هو اختيارك ناجح عليك انت. لانه الريحة تختلف على الانسان من شخص للثاني. ليش هذا الشيء لنفسي افهم هذه التركيبة؟ مثلا انا اشتري عطور اشمها علي ما تعجبني، اشمها على الناس الله اقول حلو، هذا العطر ذاك مستحيل. كيف الروائح تتغير من جسم لجسم؟ الحين لما انت تبخي الريحة نفس العطر بيتفاعل مع كيمياء جسمك والزيوت اللي جسمك بيطلعها. فكل انسان الزيوت اللي في جسمه مختلفه، فبتطلع الريحه مختلفه تماما عن احد ثاني، فهذا يعطيكي سيجنتشر خاص بيكي. بس مو في ناس مو مهم عندها ان تعليق الناس، اهم شيء نفسها، هي عجبتها هذه الريحه، مو مهم اذا الناس عاجبينها او لا. ملاحظت هذا الشيء كثير عندنا البنات تحديدا وحتى الشباب، يعني تكون ريحه العطر مو حلوه بس هم حابينها، زي مثلا كولونيا الليمون، عرفتيها؟ ايوه كثير من الناس يحطوها كعطر، يعني كولونيا يا جماعه مو عطر. فايش ايش تقولي لهم او ايش دول الناس بالضبط؟ ايش تركيبتهم؟ ما بفهم. شوفي انا بالنسبه لي الناس اللي شويه اختياراتهم في كولونيات غريب، ايام هذه في مشكله في اختيار العطر، بس هو بيحسها عليه حلوه لانه هو خش متعود عليها. اوكي. فهو ما هو منتبه انه مثلا اللي حواليه ممكن يكونوا منزعجين منها. هو ما هو منتبه لانه هو حاسس انه اوكي ريحتي حلوه، متعود خشمه خلاص. طب وقديش في تفاوت في مجال اختيار العطور اذا اخذناها بالاعمار؟ نبدا من الاطفال الى الكبار في السن. للاطفال عاده الروائح الباودري، الفريش زي الليمون، فواكه. لما لو تاخذي سن شويه اكبر، مثلا اللي في المدرسه اللي في الجامعه، حتلاقي الروائح في الروائح الفريش بتكون في ورود، الفواكه، الورود، فواكه بالضبط صح. لكن لما تيجي لسن اعلى، لو جيتي مثلا من نص العشرينات لفوق، حتبداي تدخلي السبايسز، حتبداي تدخلي العود، العنبر، الاخشاب. انا عاشقه للعود والعنبر والاخشاب طبعا جدا. طب والكبار في السن ايش يفضلوا؟ الكبار في السن في حب الروائح الخفيفه زي الباودري، وفي لا والله يحب العود اللي يكون دهن عود. صحيح. طب ايش اكثر الطرق الخطا في استخدام العطور؟ في ناس يبخوا كميات كبيره جدا، وفي ناس تحط ويحطوا كمان، مو بس كذا انهم يبخوا كميات كبيره، كمان يحطوا اكثر من نوع عطر في نفس الوقت، فنبي نصحح لهم اليوم المعلومه. طيب بالنسبه لنقطه ان هم يخلطوا اكثر من نوع، هذه ما هي غلط 100%، لكن لازم لما تيجي تخلطي تعرفي كيف تخلطي. لانه لو خلطتي عطر مثلا مره خفيف، مثلا بخيتي باودر بعدين فوقها عوده بعدين فوقها مسك، ليمون مثلا ولا مسك، لا تدخل ليمون ابدا، كده خربتي الدنيا. لكن لازم يكون من نفس السياق، يعني لو انا مثلا احط عوده ممكن اخلطها مع اخشاب، مع توابل، مع ورد احيانا، لكن مو اروح الاكستريم ده، ما ينفع. لكن فكره انه الناس يحطوا كولونيا مره كثير، فهذا الغلط بسبب ان هم يفكروا لما يكثروها حتثبت. هي طبعا لا. طب خلينا نتكلم شويه عن شغلك، تصميم العطور كيف بدا معك؟ اكيد كان وراء قصه، فاحكي لي هذه القصه. هو كان شغف. في كولونيا كنت استخدمها وانا عمري 8 سنين، وكانت مدوخاني ماني، لانه ما تقدري تعرفي ايش هي الريحه بالضبط. ايوه كانت ايش؟ حمستيني اعرف. كانت بويزن ديور، اقدم واحده. هبلتك بويزن. يس. هذه يعني اللي ما تقدري تحددي هي، طب هي فيها ورد، طب هي فيها خشب، حتى لين دحين ما عرفت ايش فيها. مره صعبه. فجلست يعني كده في بالي انه كيف في برفيوم ريحتها مو معروفه، يعني المعروف هو ورد خشب تقدري تحددي نوع، هذه لا. فجلست ادور في الموضوع كثير، وادور في طريقه التركيب، انواع البرفيومز، كيف الواحد يختار البرفيومز، كل الاشياء دي. بدات اجرب انا بنفسي، اخذ كورسز اونلاين، لانه يعني باخذ كورسز اونلاين اصلا لا مجال شغلي هذا ولا يعني ما هو الباك جراوند حقي.
فدرست مرة فترة طويلة، بعدين بدأت أجرب واحدة، وصرت أستخدم وما أقول لأحد أنا حاط إنه أنا اللي عاملة الكلونيا. أوكي. وواحدة صاروا الناس يوقفوني ويقولي إيش كلونيتك، إيش كلونيتك، قلت أوكي أنا وصلت طالما عجبت، ويعني جربتها في كذا مكان. وهي إنسبيريشن. أنا حاشم وأحكم. وهي إنسبيريشن. أوكي. يعني هذه كانت إلهامك وأول عطر. أول عطر. في مجموعتك. إيش هذا؟ إيش خلطت فيه؟ هذا فيه له أخشاب، فيه له باتشولي، فيه له شوية عودة. الله، يعني ما هو ثقيل ولا خفيف في نفس الوقت، تحسيه كذا شوي وسط. ايوه. الله الله، حبيت. طيب والشيء اللي تلاقيه في كل عطوري انه انا هي كلها يونيسكس، كلها اودو بارفان، لانه انا اكره الكلونيات اللي تطير بسرعه. كان هذا مره يستفزني في البرفيوم. يس. فعشان كذا حرصت انه انا ايش ما اعمل يكون شيء يجلس. طيب وهذا ايش؟ خلينا نتكلم عن المجموعه الباقيه. هذا شمنا، هذا ايش؟ لا صعب الاسم، ليش صعب؟ هذا هي جاسفل. هي جاسفل. ايوه. اوكي. هذا بس الاسم لانه حقيقي اسم غريب. في مسك، في باودر. ما في باودر. ما في باودر، بس في مسك. اي في مسك. في مسك صح. ايوه. اوكي. ايش كمان في له؟ ياسمين وفل. ياسمين وفل صح، ما احبي الياسمين. انا كمان من الناس اللي تميل للورود بشكل عام، انا احب الاخشاب، التوابل، العود، لكن هذا صراحه كان الهام من اختي. اختي مره تحب الياسمين، فعشان كده هجاز فل، اتش من اسمها، جاز فل من جاز، من جازمن، فل الفل. الفل. والحلو فيك انك بتنوع في الكولكشن، ما بتسوي بس العطور اللي انت تحبيها وتفضليها، كمان يعني عندك خيارات ثانيه. هذا البني احس كذا سبايسز. هذا البني اجار سبايسز. ايوه اجار، هي هو خشب العود. اللي لونهم بني، هو هذول لاين واحد، كلهم البيس حقهم واحد. اها. اكثر من نوع عوده. لكن مثلا هذا حسيته للرجال اكثر. والله شوفي صح؟ انا بالنسبه لي يونيسكس، انا أوكي. بحط منه بس. يعني برضو يعني على احد من احد الثاني بتفرق. هذه برضو اكثر من نوع عوده مع بنفسج. طب ايش رايك وانا اشم العطور تخلطينا، تسوي لنا خلطه من خلطاتك؟ اوكي. خليها تبرد شوي، لازم تسوي كذا عشان تبرد. فنانه في العطور انا. هذا عوده؟ عوده. ايش كمان؟ بنفسج، اكثر من نوع عوده، ولا ما هي عوده واحده. حلو. هذا 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 هذا، واول واحد صراحه ماي فيفورت. دحين ايش بتسوي لنا؟ يعني هذه المراحل، الخطوات الرئيسيه لخلط اي عطر عندك؟ دحين لما تيجي تخلط العطر، اولا لازم تعرف انه احنا نستخدم النقط بالنقطة. ثاني شيء طبعا كمية انا اوريدي معبية القزازة. ايوه. ايش معبيتها؟ معبية سر المهنة؟ سر المهنة. اوكي. فالباقي ده الموجود حنعبيه بالزيوت. حلو. طيب لكن دحين احنا حنعبي اثنين، واحدة البيس حقها مويه، والثانيه البيس حقها الكحول. اوكي. عاده اللي يكون البيس حقهم مويه يستخدموا للمفارش، للملابس، وانا للجسم كمان. للجسم كمان. بالضبط. حلو. ايش الزيوت اللي راح تخلطيها؟ انا جايبه ثلاث انواع، باتشولي، لافندر، وبرغموت. برغموت ما احس استخدموه كثير في العطور. هذا ما استخدموه كثير. يستخدم بس لانه ريحته شبيهه بالبرتقال والليمون، الناس ما تعرف تفرقه. اوكي. لانه مره قريبين من بعض. وكم النسبه المفروض لكل شيء احطها في ال يعتمد على نوع البرفيوم. انت عندك برفيوم، وعندك اودو بارفان، عندك اودو تواليت، عندك كولون. كولون طبعا هذا اضعف واحد، هذا نسبه الزيت فيه من 2-4%. لكن مثلا برفيوم من 20-30، الاودو بارفان من 15-20،
يعني فيعتمد. انا حقوني كلهم اودو بارفان. هذه نسبة ثباتهم في الجسم او في الملابس كم تكون بكل صراحة؟ نسبة الثبات وعلى ايش كمان تعتمد؟ توصل ل 24 ساعة. 24 ساعة. يلا بنات شباب جربوا، وندى عندنا اذا ما وصلت ثبات ل 24 ساعة ارجعوا لنا. اهم شيء اتوقع ندى المصداقية في صنع العطور وخلط العطور. المنافسة اتوقع صارت صعبة في السوق وخصوصا مع براندز معروفة. بالضبط. فكيف بتتحملي وبتواكبي هذه المنافسة؟ الشيء الحلو ان الناس مرة بتنبسط لما تعرف انه انت خلطاهم بنفسك. حلو. لا حاسة انك مركزة مرة، فنحن اكيد راح نشم هذا العطر. اشكرك ندى عباس مصممة العطور وتواجدك اليوم معنا، واتمنى لك كل التوفيق. تسلمي. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم، فاصل قصير وراجعين. حياكم من جديد مشاهدينا فقرة الأخبار والمنوعات. أول خبر معانا لمسنة تجتاز تحدي الضغط في عمر 84 عام. ما شاء الله تبارك الله، شو هذا اللياقة اللي عندها؟ سوت بوشب مو طبيعي، راح نشوفه مع بعض. طبعا هذه السيدة المسنة أظهرت قدرا مذهلا من اللياقة البدنية اللي ممكن ما يمتلكها كثير من الشباب، بعد ما استطاعت أن تؤدي تمارين الضغط بمرونة كبيرة جدا رغم عمرها البالغ 84 عام. طبعا كل المعلقين اللي شافوا هذا الفيديو شايفين كيف كمان تتحدى الشباب، مو بس تسوي بوش اب، قالوا أملوا أنه يظلوا في صحة مماثلة حين يتقدم بهم العمر إلى 80. إن شاء الله صراحة أنا شخصيا أتمنى هذا الشيء، أنه في عمر 80 الله كتب لي عمر بإذن الله تكون لياقتي وصحتي كذا. فدايما أبدو من البداية والعمر الصغير، اتمرنوا كثير، كلوا أكل صحي عشان تستفيدوا في النهاية. إلى أيضا خبر ثاني، والقناني البلاستيكية وسيلة جديدة لشراء تذاكر المواصلات. شوفوا هذا الموضوع مهم جدا، وكان في خبر قبل الصين طبقت نفس اللي قاعد يصير اليوم في روما الإيطالية. طبعا إيش قاعدين يسووا الشباب شايفينهم في الفيديو؟ يأخذوا القوارير البلاستيك ويستخدموها عشان يدفعوا، زي ما انتم شايفين شايلين ومحملين قوارير بلاستيك، ياخذوها لمحطة المترو عشان يستخدموها في قطاع الإيصال، يعني في المترو والحافلات ياخذوا هذه القوارير ويحاسبوا ويشتروا فيه هذه التذاكر عشان يقدروا انهم يستخدموا المترو والحافلات من اجل إعادة التدوير وايضا تطبيق الاستدامة. شوفوا صارت في الصين اول مرة، الحين روما، واتمنى قريبا في كل انحاء العالم. الى ايضا خبر اخر، وابتكار طريقة او بطارية غير قابلة للاحتراق قد تضع حد للانفجار للهواتف. وطور هذا الباحثون أمريكيون بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للاحتراق، ويمكن أن تضع حد لمشكلة انفجار الهواتف الذكية اللي عانت منها شركات عديدة، ويستخدم التصميم الجديد المرن مواد أكثر أمان بدلا من المواد القابلة للاشتعال، ما يلغي إمكانية الاحتراق. شكرا. وأخيرا، وأتمنى أن هذا الاختراع يحد من الحرائق اللي بتصير وانفجارات الهواتف الذكية، ويعطينا أمان أكثر مع هواتفنا. ما أحكي لكم عن الفوبيا اللي تصير فيها إذا نمت وحطيت جوالي في الشاحن، كل شوية تخيل أنه راح ينفجر، بس الخيال لوحده صدقوني متعب. فأتمنى أن يكون أمان بعد كذا. إلى أيضا خبر أخير، خبر أخير هذا فيه قصة. هذه السيدة في بريطانيا إيش سوت؟ صممت قرية كاملة من 54 كعكة مخبوزة. يعني مو بس تقدر تتفرج على القرية هذه اللي شايفينها مع بعض، في نفس الوقت تقدر ناكلها. فهذه السيدة الخبازة في بريطانيا تبتدع نسخة عن قرية في إحدى المدن بإنجلترا عن طريق تحويل 54 كعكة فواكه إلى مباني ومنازل ومتاجر مع كل تفاصيلها من طاولات وأكواب وغيرها. وتقول عن إبداعها أنه استغرق التزيين لوحده 644 ساعة
عمل لكن النتيجة كانت تستحق كل هذا الجهد. فالناس كانوا ينظروا داخل هذه المباني وجيهم شهقة لما يشوفوا التفاصيل الموجودة عبر النوافذ. حقيقي لما شفنا الصور أو لما نشوف ما نقول أبداً أن هذا الشيء أو هذا المجسم مصنوع من الكعك المخبوز. يعني ترى بالنهاية كل شيء موجود في هذا التصميم هو كعك أو كيك مخبوز صممت فيه هذه القرية بالكامل. ما شاء الله إبداع وفن، وهذا كله كمان في 645 ساعة، يعني تقريباً أسبوع إن ما خاب ظني. وهذه كانت آخر أخبار اللي معنا اليوم، ولكن راح ننتقل لموضوع جداً شيق وإنجاز شبابي جديد. اليوم ضيفتنا حاصلة على شخصية، تم اختيارها كشخصية شبابية مؤثرة للمشاركة في ورشة عمل تهتم بمواقع التواصل كمصممة حوار. منورتنا اليوم عائشة ناس. منورة عائشة. بداية بنعرف إيش قصتك مع الحوار والتعايش؟ طب شوف، أنا بقول لك شيء، كلنا نمارس الحوار، أنا وأنتي من وعينا على الدنيا، في البيت مع أهلنا، بعدين في المدرسة، في دائرة العمل، فعلى كل المستويات العمرية مارسنا الحوار. ولكن اللي خلاني أتعمق في الموضوع أكثر أو أدخل فيه كدراسة، المرات اللي كنت أسافر فيها خارج المملكة والأسئلة اللي كنت أتعرض لها من الخارج بحكم أني سعودية ومسلمة، فكنت أتعرض لبعض الأسئلة، مثلا زي نظام الحكم عندنا في المملكة، الولاية، حقوق المرأة وغيرها من المواضيع. ما كان في هذاك الوقت عندي المهارات والأدوات الكافية للحوار، لكن كنت أتحاور معاهم أو أتعامل معاهم بدافع قوي، أو زي ما تقولي يعني لحد يمس بلدتي ولا دين بحاجة. فهذه المهارات البسيطة هي اللي كنت أتعامل معاهم فيها. وقتها حسيت أنه لا، أنا خطأ اللي قاعد أسويه، أنا أحتاج أني أتزود بكل المهارات والأدوات اللازمة اللي تمكنني اليوم من الحوار إذا سئلت أو تحطيت في الحوار في أي موضوع كان. بعدها لقيت برنامج التأهيل، برنامج مشروع سلام لتأهيل قيادة الشاب للحوار العالمي. أول ما شفته قلت بس هذا اللي أنا أحتاجه. حلو، طب خلينا نتكلم عنه. التكريم اللي حصلت عليه هل كانت منافسة معينة أو كانت مشاركة لك؟ التكريم يمكن اللي ظاهر لهم بالشاشة هو كان برنامج ثاني اللي هو ورشة عمل كانت بالشراكة مع سلام ومركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. كانت الورشة بعنوان المنصات التواصل الاجتماعي كوسيلة للحوار. كنت تقريبا ضمن 60 شاب وشابة، وإذا هم كرمونا فهو من طيب أصلهم، ولكن أنا أشوفه واجب، والدور اللي اليوم كل واحد فينا يؤديه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ونبذل الكراهية ونشر السلام، أتوقع دور مهم جدا وواجب على كل إنسان. وأنا بالنسبة لي أشوفه تكليف، لأنه في كل مرحلة أنا أتجاوزها أو في كل معلومة أتلقاها أنا أحس أني أنا اليوم مسؤولة عن تطبيقها ونشرها. حلو، وانتقالها. شدني الموضوع، فخلينا نتكلم إيش كانت فكرته أو إيش كانت أهم المحاور الموجودة في ورشة العمل هذه؟ المحاور اللي كانت موجودة في ورشة العمل، إيش أبرز التحديات اللي اليوم نواجهها في وسائل التواصل الاجتماعي، وإيش أهم المهارات والأدوات اللازمة اللي من خلالها نقدر ننبذ الخطاب الكراهية، من خلالها نقدر ننشر السلام، الحب، التعايش بيننا كأفراد موجودين على هذه المنصات. حلو، طب هل نعتبر اليوم السوشيال ميديا هي مؤشر حقيقي لطريقة تعاملنا مع الاختلاف أو التعايش؟ إلى حد كبير أيوة، وللأسف المؤشر ما هو إيجابي. اليوم قاعدين نشوف نماذج أنا وأنتي وكلنا عن طريق السوشيال ميديا، لما يصير في أي حدث أو أي صورة أو أي تغريدة مختلفة عن قناعتي وقناعتك، ونشوف كمية السب والكراهية والتنمر عليها بشكل غير طبيعي. فيعني هو مؤشر غير إيجابي، ولهالسبب صارت هذه الورشة عشان نقدر يعني نحاول نكون سفراء وننشر هذا السلام وهذا الحوار والتعايش بيننا. طب هل نقدر نقول إنه في دراسات عن سلوك الشباب في السوشيال ميديا بحثتوا عنها، اتكلمتوا عنها؟ يا ريت تقولينا هي عشان نفيد الشباب أيضا. للأمانة الدراسة اللي تكلمنا عنها ما تتعلق بسلوك الشباب، ولكن تتعلق بالأثر أو كمية تفاعل المستخدمين من السعودية في وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل عجيب جدا.
يعني نشوف بعض القضايا اللي يتناولها الشباب السعودي او في المجتمع السعودي توصل ترند عالمي وليس على المجتمع السعودي فقط في ساعات. فهذا يعطينا الدليل انه التأثير هذا الكبير بإمكان أنه زي ما بيكون سلبي أحياناً كمان نقدر نسخره أنه يكون تأثير كبير إيجابي. طب ليش الحوار نقدر نقول اليوم مهم جداً في حياتنا؟ هل في قواعد أو مبادئ للحوار أو لا؟ في قواعد وفي مبادئ بذكر لك بعض منها. لكن قبل كل شيء ليش الحوار مهم؟ الاختلاف قاعدة أو سنة كونية، ما في أحد يقدر يستنسخ كل الناس بنفس الطريقة ونفس التفكير والجنس واللون وكل شيء. إذا أنا حتعامل مع هذا الاختلاف بعنصرية وبكراهية ولازم ألزم كل واحد قدام أنه يكون طريقة تفكيره مطابقة لتفكيره، هنا حدخل في صراعات ونزاعات ومشاكل ما لها أول ولا تالي وكره. صح. فبالتالي الحوار هو اللي حيعالجنا لكل هذه المشكلات ويحولها من 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 ثقافة تنافسية إلى ثقافة نتبادل فيها المنافع إبداعية ونتبادل فيها المنافع لكل الأطراف. بالنسبة للقواعد، القواعد الحوار مثلا احد القواعد اللي هي الخصوصيه، بمعنى انا اليوم لما اجري حوار معك او مع مجموعه من الافراد مبني على ثقه وعلى مساحه امنه بيني وبينك. بالتالي هذه المساحه ممكن تدفعك انك انت تتكلمي على اشياء حتى شخصيه وشيء خاص جدا جدا فيكي بثقتك فيني. فيجي دوري هنا اني انا احترم هذه الخصوصيه وما افشيها بكره. ما تحسي انه اصبحنا في زمن ما صارت في خصوصيه وما صار الناس تحترم مبادئ وقواعد الحوار؟ اللي اخترق هذه الخصوصيه احنا. انا لا اجي اليوم افتح سناب شات واصور بيتي واصور عيالي واصور زوجي واصور الدنيا كلها واقول ما في خصوصيه. انت اللي فتحت البيت للناس، فلا تعاتبي احد. لكن الخصوصيه بمعنى اني انا لما اجي اتكلم معاكي في امر معين ومن بكره أجي أقول يا جماعة شفتوا فلانة أمس تكلمت أنا وياها في موضوع معين وكان وجهة نظرها في هذا الشيء مرة صراحة يعني أتغيرت نظرتي فيها من خلال هذا الموضوع. هذه مو مجازاتها أبدا، ما هي كذا. الخصوصية أني أنا أحترم وجهة نظرك، أتقبلها وإن كانت مختلفة عني وأحافظ على الشيء اللي تم بيني وبينك وما أفشي من بكرة. هذه أهم قاعدة. هذه أهم قاعدة. في كمان كلها صراحة مهمة لأنه كلها تكمل بعض. النقطة الثانية اني انا ما قاطعك، هذه نقطة جدا مهمة، اخليك تكملي كل شيء اللي تبي تقوليه. اذا عندي ملاحظة وعندي مداخلة او وجهة نظر بالشيء اللي ذكرتي بعد ما تخلصي انا اقول لك اياه. القاعدة الثالثة اني اكون منصفة في الوقت، سواء كان هذا الحوار يدور بين شخصين او بين مجموعات، اذا جاء وقتي فانا ابغى اخذ راحتي في الكلام، بس اذا جاء وقتك بعطيك وقت اقل، بالذات لما يكون في مجموعات صديقتي او الشخص اللي من نفس ديني او مجتمعي بعطيه وقت كثير، بس الشخص اللي بغير مجتمعي او بغير ديانتي بعطيه وقت اقل. وهذه مشكله ترى كبيره ترجع للقاعده الرابعه والاخيره اللي بذكرها، اللي هي ثقافة احترام الاختلاف، جدا جدا مهمة وللأسف كثير منا ما هو قاعد يمارسها. ثقافة الاختلاف أو احترام الاختلاف فكرتها أنه أنا لما أتحاور أنا وياكي مو الهدف من الحوار أني أنا أفرض رأيي أو أفرض أخليكي تمشي على كلامي بالنهاية. ممتاز. هذا هو، لا أفرض عليك ولا أنت تفرض علي. الفكرة أني أنا أقر بوجود فكرتك ومبدئك وثقافتك وأحترمها وإن كانت مختلفة عني، بشرط لا تكون ثقافتك هذه مبنية على حساب حق الآخرين وحساب أذاهم. أنا هنا ما حقدر أتقبل هذا الاختلاف. صحيح. فهنا يجي دور مثلا أني أنا لما أجي كمان أتكلم معاكي، أنا أتكلم كفكرة ما أتكلم كشخص، ما أدخل الأمور أشخصن الأمور وأتكلم وأدخل الأمور القبيلية والمذهبية والدين وأنت من فين وأنت أصلك. فهذه الأشياء كلها إذا دخلتها في الحوار هنا فسدت كل القواعد المهمة والأساسية. بالضبط. فعلا استفدنا منك كثير. شكرا لك عائشة ناس وألف مبروك على هذا التكريم. الله يبارك. فعلا شخصية مميزة وتستحقي بكل جدارة، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله نشوفك قريب في مراكز أعلى بإذن الله. شكرا لك. الله. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل يوم في حياة مهنة، انتظرونا.
في هذه الفقرة اليوم رح نعيش أسرار المهنة مع الشباب، ومو بس كذا، نحاول نعيش تفاصيل يوم حقيقي من حياة الشباب في بيئة العمل. اخترنا لكم اليوم ضيفتنا صبا بري، أخصائية تخاطب، حنعرف أكثر عن عملها ومهنتها وأيضا حبها وشغفها. منورتنا صبا. أهلا، النور نورك. بداية أحتاج أعرف أعيش معاك قصة اختصاصك بهذا المجال. طيب، حقيقة أنا اخترت هذا التخصص في البداية لأسباب متعددة. ممكن في البداية السبب الأول يرجع لصغري. من وأنا صغيرة أنا الأخت الكبرى لأخواني، وكلهم الفارق العمري اللي بيني وبينهم يعتبر كبير نوعا ما، فإحساس المسؤولية اتجاههم أو تقدر تقولي إحساس الأمومة من وأنا صغيرة كان عالي. بالإضافة أنه أنا صراحة وأنا كنت ببحث عن التخصصات عشان أدرسها، كنت ببحث عن تخصص يلمس العامل الإنساني بشكل كبير. أخيرا أنه في وقت ما أنا اخترت دراسة هذا التخصص، صراحة وهو ما زال عدد الأخصائيين المختصين والمعتمدين جدا قليل في مقابل كثرة الناس اللي عندهم قابلية أو بحاجة إلى خدمات من أخصائي نطق ولغة. طب بما أن فقرتنا اليوم تتكلم عن تفاصيل المهنة وإيش المميز في هذا العمل اللي اخترتيه وهذا التخصص تحديدا؟ المميز فيه مثل ما ذكرت لك العامل الإنساني فيه جدا عالي، وهذا أكيد بيعكس على حياتي أنا كأخصائية بشكل جدا إيجابي. من اللحظات المميزة اللي أنا صراحة بعيشها في يومي أو في مهنتي، إنه أنا في مجرد أو بمجرد دخول الطفل وأسرته إلى عيادتي، فهم بيصبحوا جزء من حياتي وأنا بأصير جزء من حياتهم. علاقتي بالأمهات أو أمهات الأطفال اللي عندي علاقة جدا جميلة، كلها ود ومحبة واحترام. بأحط أنا والأم يدنا في يد بعض بحيث أنه إحنا نوصل للهدف اللي إحنا حابين نوصل له. فرؤيتي لسعادة الأم دمعة منها، فرحة منها، هدية منها لي تعبيرا عن سعادتها، بتكون هذه أكيد كلها لحظات جدا مميزة بالنسبة لي. أكيد بالنهاية بيأثر فيكي شخصيا طبعا. أستفيد منك ونعرف إيش الفرق بين المهن أو الوظائف اللي بيكون فيها جانب إنساني كبير. مثل ما ذكرت لك، ممكن الاختلاف أو الشيء الإيجابي اللي موجود في المهن اللي بيكون فيها عامل الإنساني كبير هو تأثير المهنة على حياة الأخصائي نفسه. يعني حقيقة أنا بتمر علي قصص جدا متنوعة وكبيرة. أحيانا بيمر علي أطفال بتكون عندهم مشاكل جدا صعبة أو كبيرة، لما تشوفي هذا الطفل إصراره وأمله أنه هو حيصير أحسن، إصرار الأم أنه طفلها وأملها اللي بيكون دائما موجود أنه طفلها دائما حيتحسن وحيصير أحسن، هذه كلها أشياء بتخليني أنا أتعلم منهم. طيب كلميني عن تفاصيل يومك العملي. طيب يوم إيش بتسوي؟ كم ساعة بتقضيها في الدوام؟ أوكي، عملي بيتراوح من 6-8 ساعات في اليوم. أبدأ يومي في عيادتي، بفتح الكمبيوتر بأشوف الحالات اللي بتكون عندي في اليوم. عادة بيكون عندي نوعين من الحالات، جلسات تقييم للحالات الجديدة وجلسات علاجية للحالات اللي أوريدي من أول بتكون عندي. بأشوف الدوكيمنتس حقي بحيث أنه أنا من بداية اليوم برتب أهدافي، إيش النشاطات اللي أنا حعملها مع كل طفل، لأنه أكيد كل طفل له خطة علاجية منفردة عن الآخر. بعد كده بتبدأ الحالات أو الجلسات مثل ما قلت لك، لأنه الأم لها الدور الأكبر في تنمية مهارات ابنها. فجزء كبير من وقتي بأقضيه مع الأمهات، أنه أنا أعلمهم وأثري معلوماتهم بالطرق المثلى أنهم يحفظوا مهارات أبنائهم. في كل مهنة في جوانب صعبة بتكون أكيد. في هذه المهنة، فمهنتك تحديدا وكأخصائية تخاطب صبا، إيش أكثر شيء صعب؟ طيب مثل ما أنا أشوف لحظة السعادة في وجه الأم لما بنوصل لما نكون فترة طويلة بنشتغل على هدف معين وبنحققه، كمان الانتظار صعب. أحيانا بنقضي فترات جدا طويلة بنشتغل على أهداف معينة، وبتكون نسبة التحسن بعد فترة زمنية طويلة وبتكون بنسبة جدا بسيطة. فأحيانا لا شعوريا الشخص بيصاب بالإحباط سواء الأخصائي أو الأم، فهذه لحظات صعبة. بالإضافة زي ما ذكرت لك، الطفل مجرد ما بيجي عندي بيصير بارت من حياتي، جزء من حياتي. فلحظة ما يكون إنه هو ready to be discharged، جاهز إنه هو خلاص ننهي جلساته، فأكيد مفارقتي لي بتكون صعبة علي. طيب التعامل الإنساني مع الأطفال أكيد غير كثير في شخصيتك، في روتينك، في حياتك، فأحكي لنا عنه. أكيد
مثل ما ذكرت لك أنا يمكن إحساس المسؤولية عندي عالي من وأنا صغيرة، بس ما تتخيلي قد إيش زاد في تعاملي مع الأطفال. صفات معينة صارت موجودة فيها، الصبر، صرت جدا صبورة أكثر من أول. حلو، يعني نتعامل كلنا مع أطفال عشان نصير صبور. بالضبط، بالإضافة أنه الإصرار، التمسك في الحياة. كلنا بنواجه مشاكل، لكن فعلا لما انت يجيكي طفل صغير في العمر وعنده مشاكل جدا كبيره وبتلاقيه مصر وبيضحك وبيلعب، هذا يخليكي انت يصير عندك حب انه يكون عندك هذا طابع الاصرار اللي موجود عنده. وايش اكثر المشاكل اللي تقدري اليوم انك قدرتي تعالجيها؟ والله شوفي، اللي بيشتغل اخصائي التخاطب بيشتغل مع الصغار والكبار اللي بيكون عندهم اضطرابات في التواصل بصفه عامه. أي طفل عنده تأخر في اللغة، أي طفل بيكون عنده مشاكل في طلاقة الكلام مثل التأتأة، مشاكل في الصوت، هذه كلها حالات إحنا بنشتغل معها. كثير مثلا بيجونا أطفال بيكون عندهم حالات تأتأة جدا شديدة، الطفل بيكون حابب أنه يعبر يتكلم ما هو قادر، بنعطيه فترة من الجلسات العلاجية وبتلاقيه ما شاء الله بدأ أنه هو مع الوقت طلاقة كلامه الناهية تتحسن. طب أهم النصائح اللي ممكن نوجهها اليوم للأمهات بحكم خبرتك في هذا المجال، خصوصا إذا كان عندهم أطفال يعانون من هذه المشاكل، إيش ممكن نقول لهم؟ تمام، والله هي النصائح للأمهات مرة كثيرة، ولكن أحب أقول لكل أم ممكن هي تكون شاكة أو ملاحظة تأخر ولو بسيط في مهارات ابنها، خذي ودي أخصائي نطق ولغة. أبدا مو عيب وله غلط، بالعكس هذا وعي بيكون جدا عالي من الأم إنها تكون حابة تطمن، حتى لو ما كان ممكن الطفل بحاجة إلى جلسات، مجرد زيارتها لأخصائي نطق ولغة حتكون جدا مفيدة ليها، لأنها حتثريها بكمية معلومات تساعدها إنها تتعامل مع ابنها بصورة أكبر. طيب هل تفضلي أنه الشباب والشابات أنهم يدخلوا هذا المجال؟ هل تنصحيهم أنهم يدخلوا صراحة هذا المجال؟ جدا ما أنك ذكرتي في البداية أنه في نقص شديد فعلا في هذا المجال. فعلا مثل ما قلت النقص جدا شديد وحاجة الناس جدا كبيرة، يعني أنا ما أوصف لك كمية الويتينج ليست اللي أنا عندي في الدوام. فأنا جدا أنصح، خاصة أنه أنا ما أخفيكي مهنة أخصائي التخاطب ما هي سهلة ولكنها بحد ذاتها جدا ممتعة. ففعل أكيد إيش الممتع فيها غير أنك تتعاملي مع أطفال؟ اللي ممتع فيها رؤية النجاح، لأنك أنت بتتعاملي مع حالات إنسانية وتكون بحاجة ليكي. فأنت لما تتعاملي مع هذا الطفل ويكون هذا الطفل ما هو قادر يعبر عن نفسه، ما هو قادر يعبر عن احتياجه، ما هو قادر يقول إذا هو زعلان أو فرحان، فإنك أنت تبدأي تخليه أنه هو يقدر أنه يتواصل بشكل أكبر، هذه في حد ذاتها متعة جدا كبيرة. يعني أنا أحيانا وسط السيشن تلاقيني مرة سعيدة أنه الطفل حقق هذا الهدف المعين أو قدر يقول هذا الشيء المعين. صراحة أنا وصلني حبك وشغفك بهذه المهنة وتخصصك ومجالك في نفس الوقت. طب ما فكرتي أنك تعطي دورات للأمهات في هذا المجال؟ والله يا ريت، أنا في مكان عملي we are working on that، أنه بنعطي جلسات، بالإضافة زي ما قلت لك أصلا الأم هي ليها الجانب الأكبر في تنمية مهارات ابنها، فبالتالي إيوة دائما باستمرار بنعطي الأمهات دورات من وقت لآخر. حلو، طب بالنسبة أيضا الدورات التطويرية لك شخصيا، هل بتشتغلي على نفسك أكثر أكيد من هذا الناحية ولا لا؟ أكيد طبعا دائما أنا على اطلاع وعلى قراءة، كانت البروفيسور حقتي دائما تقول if you want to lead you have to read، فدائما أنا على قراءة وعلى اطلاع. بالإضافة أنه حقيقة ما شاء الله الجمعية السعودية لوزارة الصحة دائما بتقوم بعمل مؤتمرات مختلفة، فدائما بكون حريصة أنه أنا أحضرها. إيش تطور طيب في هذا المجال؟ أكيد، لأنه في بعض التخصصات المعينة اللي بيشتغل عليها أخصائي التخاطب، مثل أحيانا بنشتغل مع مشاكل المضغ والبلع، هذه بتحتاج further certification، يعني درجة البكالوريوس لوحدها غير كافية، نحتاج لازم تأخذ دورات فيها بالضبط عشان نقوي مهاراتنا في التعامل فيها، فهذه أكيد كلها بتساعد. حلو، نحن سعدنا كثير بتواجدك اليوم معنا سبا بري أخصائية التخاطب، نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا بكذا انتهت حلقتنا اليوم، وموعدين بإذن الله بكرة في حلقة جديدة وفقرات متنوعة، أشوفكم فيها وأقول لكم مع السلامة.